محافظة أسيوط بتشهد حاليا تنفيذ عدد كبير من المشروعات في قطاع مياه الشرب عشان تغطي كل المناطق وعشان توصل كل المياه النقية لكل المواطنين في أرجاء هذه المحافظة. تكلفة هذه المشروعات بلغت حوالي 5 مليار جنيه، يعني حوالي بالضبط تحديدا 4.8 مليار جنيه. خلينا نتعرف على طبيعة هذه المشروعات. الموضوع كان قبل هذه المشروعات عامل ازاي ودلوقتي وصل ازاي؟ معنا على الهاتف الأستاذة أمل جميل، المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط. صباح الخير يا فندم. صباح الخير مصطفى، صباح الخير زميلنا، صباح الخير على مصر كلها. صباح الخير على حضرتك. أهلا أهلا. صباح الخير. ممكن يعني نفهم الوضع الأول كان عامل ازاي في محافظة أسيوط قبل هذه المشروعات ودلوقتي احنا وصلنا لمرحلة عاملة ازاي؟ هو يعني انا زي احب اقول لحضرتك ان انا في السنه الجديده طبعا كل سنه حضراتكم بخير، حابة ابشر حضراتكم انه محافظه اسيوط كمحافظه من الصعيد لاول سنه تحظى بهذا المبالغ الهائله اللي حضرتك قلتها ان نقدر بيها نقدم خدمات مياه وصرف. احنا بنشتغل في 4 مليار و8 مليون، وصلنا في مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة تطوير الريف المصري ل 2 مليار و700 مليون، ده غير الوصلات اللي احنا بنشتغل فيها دلوقتي بنقدر نجني ثمار اللي احنا اشتغلناه طوال عام من الجد والاجتهاد، من العمل المتواصل المتابعة المستمرة من رئيس الشركة القابضة مهندس ممدوح رسلان وسيادة المحافظ عصام سعد ومحافظ أسيوط، وكمان محافظة الوادي الجديد دخلت معانا السنة دي وبشرة خير برضو إن احنا كشركة مية ابتدينا خلاص نشتغل مع الوادي الجديد. حابة أقول لحضرتك إن المبادرة دي اشتغلنا فيها في أكتر من حزمة من الحزمات اللي هي بتحسن جودة المياه والصرف. اشتغلنا توسع محطات إحلال وتجديد، مد وتدعيم، أبار، أجهزة قياس وفاقد، ده بيخلينا إحنا على أرض الطبيعة إن إحنا نقدر نقدم الخدمات اللي إحنا من فترة كبيرة ما قدرناش نقدمها بشكل كويس. يمكن أكتر حاجة نحس بيها في أسيوط لك أن تتخيل إن إحنا وصلنا من 22-25% صرف صحي، يعني إحنا بنتكلم إن إحنا أسيوط كانت 25% يعني الربع منها بيتخدم. احنا خدمنا في مبادرة تطوير الريف المصري 7 مراكز، والبشرة الجديدة اللي بقولها لحضراتكم ان احنا الـ4 مراكز هيعلن عنهم قريبا ان شاء الله، كده يبقى احنا محافظة اسيوط كلها اتغطت بالكامل. تطوير الريف المصري الـ7 مراكز دول كان فيهم 149 قرية 650 تابع، دول احنا قدرنا نشتغل عليهم بشكل مبسط كده. يمكن المواطن اللي هو مش هشغل حضراتكم بسرد تفاصيل عن شغلنا، الخدمة اللي هي احنا مهتمين بهذه التفاصيل، اتفضل. الخدمة اللي هيعود عليه ان انا دلوقتي الاماكن اللي كان عندي فيها مشاكل في الضغوط او في الجودة بقدر دلوقتي اوصلها بشكل كويس في الادوار العليا في وقت الذروة. اللي بنجني دلوقتي وبنشتغل، يمكن وانا بكلم حضرتك يمكن احنا كلنا دلوقتي بنشتغل على قدم وساق ان احنا نقدر نوصل الخدمة عن طريق الواسطة المنزلية. دلوقتي احنا خلاص مدينا وعملنا وده تم اختياره ازاي؟ وده تم اختياره على اساس ايه؟ كان في خطه موضوعه استاذه امل؟ استاذه امل حضرتك سامعاني؟ ده تم عن طريق ايه؟ حضراتكم كنتوا حاطين خطه على اساسها تم اختيار الاماكن الاكثر احتياجا، ولا عن طريق تقدم بطلبات من المواطنين؟ يعني ازاي تم اختيار الاماكن اللي هيتوصل لها المشروع؟ بالفعل انا كنت لسه هقول لحضرتك دور بقى المشاركه المجتمعيه واللي ده برز في المبادره دي كان فيها التميز، ان هو اصلا قبل ما نشتغل في الاماكن دي كان في بالتنسيق مع الوحدات المحليه والاحياء ان احنا ننزل نعمل مسح كامل للمناطق والاكثر احتياجا. هي الـ7 مراكز دول اختيروا طبقا لحاجات ماسه بالفعل عندهم. المسح ده اتعمل في جميع القرى والنجوع. يمكن احنا قدرنا نوصل كمشاركه مجتمعيه برعايه الشركه القابضه في خطه كانت معموله للعمل اللي هي قبل المشروع اثناء المشروع، ودلوقتي بنشتغل مع المواطنين. المواطن بقى عندي شريك نجاح لان هو كان معايا من الاول ان انا بختار المشروع وان هو منتظر معايا ان انا اجود له الخدمه او اقدمها له. فاحنا يمكن ده اللي بيميز المبادره دي ان انا عملت قاعده كبيره من المجتمع المدني اشتغل معايا زي ما بقول لحضرتك من قبل ما انا اختار المشروع، ودلوقتي احنا بنعمل يعني بصوره مبسطه تقفيل للشغل. هو انا دلوقتي خدمت
استخدمت كل المناطق المنوطة بيه، لكن كان في تعذر بعض المناطق اللي احنا دلوقتي بنختار بنشوف لها حلول بديلة مع الجهات الهندسية والتنفيذية في المحافظة، ان انا اقدر اتخطى العقبات دي وادخل في كل الاماكن حتى اللي فيها اعاقة في تنفيذ الخدمة، بشوف لها حلول غير بديلة بحيث ان انا اقدر اغطي السبع مراكز مية وصرف. صحيح. ده بجانب كمان بعد تطوير الريف المصري احنا عندنا استلمنا سبع مشروعات ابتدائي من الهيئة القومية، فلك أن تتخيل إن أنا كل ده بشتغل فيه في محافظة زي محافظة أسيوط لأول مرة يحصل فيها الطفرة دي في قطاع المياه والصرف. صحيح. وده حسوا بيه المواطنين دلوقتي حضراتكم. بالتأكيد. لو هتنزلوا أسيوط وتشرفونا طبعا، لو نزلتوا للأهالي في يعني فرحة وفي طفرة في الخدمة المقدمة، بجانب إن احنا كان عندنا دور المجتمع يتمثل في جمعيات أهلية، الجمعيات الأهلية دورها برز بشكل كبير، وطبعا مشكورة الدولة بتدعم كل الجمعيات وتوفر لها المناخ اللي هي تقدر تشتغل فيه للأسر الأكثر احتياجا. أكيد. بحيث ان انا حتى المنازل اللي هي مستحقة لها شروط معينة أهاليها مستحقة فعلا للدعم من الجمعيات، احنا بنقدر نوصل لهم الوصلة دي بدون اي مقابل عن طريق التحول الرقمي اللي بتتجه اليه الدولة، هو اللي ساعد على وجود يعني نوع من انواع قاعدة البيانات المحترمة اللي بيحصل على اساسها التنسيق للاماكن الاكثر احتياجا. الاستاذة امل جميل المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، شكرا جزيلا لك.